صراحة أنا معي ضغط دم عالي كتير، وصار لي كم يوم ما أخذت الأدوية. أنيرود، إذا كان معك مشكلة بالضغط فلازم تأخذ الأدوية بمواعيدها. بس أنا ما معي الدواء، هون تركته بالبيت. قلي شو اسم الدواء تبعك، رح أنزل جيبه من الصيدلية. روهيت، المشكلة هي أني مو متذكر اسم الدواء أبدا، والدواء تبعي مفقود، ما رح تلاقيه بسهولة. لهيك كنت عم فكر أرجع البيت اليوم. أنا ضروري أرجع على البيت، ضروري. لا أنيرود، أنت ممنوع أنك تتحرك بهي الفترة. أنا هلأ بوصل على البيت بجيب الدواء والأغراض تبعك. لا يا روهيت، ما في داعي تروح على محل. شو المشكلة بنديا؟ بنديا فهميني، أنت ليش هيك عم تتصرفي؟ مو مشكلة يا روهيت، بنديا من غير شي ما عم تقصر معي، ورح تنزعج عليك أكتر إذا رحت أنت. لا 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 تقلق، مش هم بنديا، أنا أكيد رح روح. ماشي يا روهيت، بس حاول تستعجل لأنه حالتي عم تسوء. إيه رح روح هلأ. بنديا نعم. انتبهي على أنيرود منيح لحتى جيب الدواء. استنى شوي روهيت. بعد ما يرجع من بيتي، كل الصور اللي شفتيها بعيونك اليوم بالبيت، روهيت هلأ رح يشوفها بعيونه كمان يا بنديا. أكيد هلأ الماضي رح ينكشف قدام روهيت. يا ربي، كيف بدي أمنعه ما يروح لهني؟ لازم أنا أمنعه بأي طريقة. روهيت، روهيت اتركني، اترك إيدي عم قلك. لك اتركني. اتركي روهيت يروح، خليه يعرف كل شي اليوم. يلا روهيت. بنديا شو صار؟ ايدك كتير عم تنزف، كيف جرحتيها؟ بنديا؟ يلا احكي بنديا، كيف صار هيك؟ انت منيحة؟ روهي يا ربي، فيك تسألها بعدين، بس بالأول روح اتصل بالدكتور يجي. قليلي، أنت اللي عملتي هيك بنديا؟ روهيت عم قلك روح اتصل بالدكتور بالأول ليجي. ايه رايح. بنتي، ليش عم يصير معك هيك؟ ألو، دكتور كوتاهاري؟ أنا روهيت عم بحكي من قصر ميتيبا. بنديا، شو صار؟ حبيبتي؟ كتير عم تنزف،